يتلوها علينا إمامنا في مسجدنا هذا الأخ إلياس، فليتفضل. أشكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه ولكن أكثرهم لا يعلمون.
فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي فاخرج إني لك من الناصحين.
صدق الله.